السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، اليوم محاضرتنا حول Dental Cements. بالمحاضرات السابقة درسنا مادة الأمالغام والدايركت والإنديركت أستاتيك ريستوريشن، وتحدثنا سابقا أنه أكو فد طبقة عازلة ممكن أستخدمها كدنتال سيمنت. خلينا نشوف شنو الدنتال سيمنت. بعض التعاريف بالبداية: سيمنتس والبيزز واللاينرز أور فارنشز. السيمنتس لوتينج ايجنت ذات هيلب ريتين ريستوريشن اون بريبيرد تيث، يعني مادة لاصقة تساعد على بقاء الريستوريشن الحشوة حول أو في أو داخل البريبيرد تيث. البيزز شنو؟ ثيك لاير أو ثيك لايرز أندر ريستوريشن، لازم تكون طبقة سميكة. To provide شنو؟ خلينا نشوف to provide شنو. Electrical and thermal insulation، يعني عزل حراري زائدا عزل كهربائي. To the pulp لازم تكون أيضا strong enough to support restoration، يعني لازم بيها strength. هاي منو؟ هاي البيزز. Liner and varnish thin layer sealing dentin، وظيفته إنه ممكن بس يسد المسامات الموجودة بالدنتين. Protecting pulp. Uses of dental cement: permanent, intermediate and temporary restoration، حشوة مؤقتة أو دائمية أو ما بين ذلك. Looting cement for indirect restoration مثل الكراون and bridge. Thermal insulator under metallic restoration مثلا الأمالغام لازم جواها بيز. Pulp capping agent and cavity liner طبقة سطحية. Root canal sealant and periopac راح نحكيها لاحقا. نجي على أول واحدة من هذه المواد اللي هي Zinc Phosphate Cement. Use primarily for final cementation when شوكت when high strength needed، من أحتاج إلى قوة كبيرة، من أحتاج إلى يعني مثلا بالposterior teeth أش أحاول أستخدم؟ أحاول أستخدم Zinc Phosphate Cement. الباودر مالته Zinc Oxide with Magnesium Oxide and Pigments. Liquid مالته Phosphoric Acid in Water buffered by Aluminium and Zinc Ions. خلينا نشوف البروبرتيز مالته. Enough Walking and Setting Time، ما قلنا Perfect ولا قلنا واسع ولا قلنا مجال واسع في بالworking and Setting Time، قلنا Enough بس لازم ناخذ الحذر في وقت من يكون اكو حرارة، جو حار او الماء حار او الادوات حارة، فنحاول نبردها قبل ما نستعملها حتى لا يصير السيتنج تايم سريع جدا وما الحق عليه. من الخصائص الديس ادفانتج مالته يكون اوبيك، يعني يكون معتم، ولهذا ما يستخدم اندر بورسلين. البورسلين مثل ما قلنا سابقا هو شبه شفاف مثل الانامل، فمن استخدمه ويا الزنك فوسفيت راح يبين منظره شوية على اصفرار، فعادة ما أحاول أستخدمه ويا زنك فوسفيت سيمنت بورسلين. هاي initial acidity، حامضية مادته شديدة تكون 2 إلى 4 pH. Low solubility in water، هاي فت خاصية زينة من يكون low solubility in water حتى يدوم لفترة أطول. Good compressive strength، هاي الخاصية مهمة جدا، ولهذا يستخدم بطبقة تحت الريستوريشن أحتاجه إنه good compressive strength using cement looting for crown fixation والبيز under restoration، يعني كطبقة تحت الحشوة. نجي على النوع الآخر اللي هو zinc oxide eugenol cement. هذا zinc oxide eugenol حلو بي sedative effect، يعني شنو sedative؟ sedative يعني مادة ملطفة أو مقللة من الألم، تخفف شوية من الألم. اكو نوعين من عنده، تايب 1 وتايب 2. التايب 1 نسميه temporary والتايب 2 نسميه permanent. التايب 1 يكون زنك اوكسيد رزين وزنك اسيتيت وتمبراري ليكويد، الليكويد مالته يوجينول ميكستشر اوف يوجينول اند اذر اويلز. البيرمننت شنو اللي يختلف؟ بي بوليمر ري انفورست اكو نوعيه، واكو اي بي اي الومينا ري انفورست. هاي البوليمر ري انفورست بي اكريليك، ماده اكريليك من ضمنه، فراح شويه تقوي. والاي بي اي ايضا ماده معدنيه همينه ممكن تقوي. 70% زنك اوكسايد، 30% الومينا، 62% اي بي اي، 37% يوجينول. هاي المكونات مال اي بي اي الومينا ري انفورست.
الزنك اوكسيد يوجينول البروبرتيز مالته من اهم البروبرتيز مالته الايديال ووكينج اند سيتنج تايم، يعني مثل ما قلنا سابقا قبل شويه على زنك فوسفيت يكون اناف لا باس به الوركينج اند سيتنج تايم، بينما هنا يكون على راحتي اكثر، يعني اقدر اخذ راحتي اكثر بالشغل. انترفير وذ بوليمرايزيشن، هاي وين تهمنا؟ وين عندنا اكو بوليمرايزيشن؟ عندنا بوليمرايزيشن باثناء السيتنج مال كومبوزيت فيلينج، من اريد اسوي كومبوزيت فيلينج راح يصير عندي بوليمرايزيشن. من يصير بوليمرايزيشن اذا عندي الزنك اوكسيد يوجينول يسوي انترفير وذ بوليمرايزيشن، يعني شنو؟ يعني السيتنج مال كومبوزيت ما راح يكون مناسب، راح يكون به مشاكل وراح تصير الحشوه ويك وممكن تنكسر او توقع ورا فتره قصيره. فاذا الزنك اوكسيد يوجينول ما استخدمه ويا الكومبوزيت. Very good thermal insulator او insulation. High solubility in water، الذوبان مالته يكون اكثر بالوتر. Less strength، يعني اقل واحد السترينث مالته هو الزنك اوكسيد يوجينول. Uses base under restoration، استخدمه كبيز اكثر مما استخدمه لللوتينج ايجنت. الزنك بوليكاربوكسيليت سيمنت، هذا النوع الثالث من الزنك، زنك بوليكاربوكسيليت. Usually supplied as powder and liquid، أو يستخدم باودر واحدة ومي عادي، مي قطرة مي عادي، مي حنفية. الباودر is mainly zinc oxide والليكويد viscous solution of polyacrylic acid in water. هنشوف الخصائص مالته، هذا شنو الشيء المختلف عن البقية. الزنك polycarboxylate cement bond with enamel، هذا شيء خاصة كلش حلوة وكلش مفيدة. من يكون عندك bonding with enamel، يعني أنا من أريد أسوي retention للكراون او للريستوريشن، اكيد من يصير بها بوند ويا الانامال، هذا فشي كلش مفيد ويزيد لي الريتنشن. فاذا هو كلش مفيد، هاي خاصيه بالبوند وذ انامال. ليس اسيديتي ذان زنك فوسفيت، الحامضيه مالته ايضا حامض هو بس يكون اقل من الزنك فوسفيت. مودريت سوليبيليتي ان ووتر، وسط بين الزنك فوسفيت وبين الزنك اوكسيد يوجينول solubility، لا هو كلش قوي ولا هو ضعيف جدا. Good strength but less than zinc phosphate، مثل ما قلنا سابقا من اريد strength انا استخدم الزنك فوسفيت، من اريد خصائص اخرى استخدم ممكن الاشياء الاخرى. It uses cement looting for crown fixation، شوفوا احنا هنا حطينا السمنت او اللوتينج قبل البيز، ليش؟ لانه عندي بوند يسوي بوند with enamel، فاذا يكون كلش مفيد عندي بالريستوريشن من يسوي لها فيكسيشن. ايضا ممكن استخدمه بيز اندر ريستوريشن، وممكن استخدمه بالاورثودونتيك براكت فيكسيشن. الجلاس اينامر سيمنت حكينا سابقا عنه في محاضره الدايركت استاتيك ريستوراتيف ماتيريال، واستخدمناه سابقا كريستوراتيف ماتيريال، هنا دا نستخدمه كسيمنت. الباودر مالته فلورو الومنيوم سيليكيت glass والليكويد بوليكاربوكسيليت كوبوليمر ان ووتر. It uses matte final cementation of a crown and bridge وكلاس 5، مثل ما قلنا سابقا كلاس 5 restoration اللي هو restoration من يريد حشوه بالجنجيفال third of the labial or lingual surface of the tooth. البروبرتيز خلينا نشوف شنو خاصيه ايضا حلوه مهمه بي. Chelation between polycarboxylate molecule and calcium on surface of the tooth result in chemical bond. إذا هذا فشي كلش مفيد أيضا، حالة حال زنك polycarboxylate يسوي لي bond، يعني يسوي لي آصرة، يسوي لي اتحاد ويا سطح السن. Used with a base، يعني ممكن يستخدم ويا base. Fluoride in powder، يعني هذا مثل ما قلنا سابقا يسوي ريليز للفلورايد، يعني هم يعني مرور الزمن ينطي فلورايد على الانسجه اللي حوله. هاي ايرلي سوليبيليتي، بالبدايه يكون السوليبيليتي مالته عاليه وبعدين شويه شويه اتقل السوليبيليتي. نوع اخر من الجلاس اينامر اللي هو هايبريد اينامر سمنت، يكون احدث شويه، يكون راديو اوبيك فلورو املومينو سيليكيت جلاس ومايكرو انكابسوليتد بوتاسيوم سلفيت ابزوربيك اسيد كاتاليست سيستم. الليكويد مالته بولي كاربوكسيليك اسيد موديفايد وذ بندد ميثاكريليت جروب، يعني شنو؟
HEMA tartaric acid methacrylate group يعني فتشي إلى علاقة منه بالأكريليك. بصورة عامة الـ properties of looting cement شنو الأشياء المهمة اللي لازم أخذها بنظر الاعتبار من أستخدم السمنت كأز looting agent؟ شنو looting agent؟ نرجع نقول هو مادة لاصقة أستخدمها للصق restoration على سطح السن. أول شغلة هي setting time should set slowly enough to proper for proper working time. يعني حتى يكون عندي وقت كافي working time لازم الست مالته يكون كافي، ما يصير بي ست سريع. الادهيشن many do not form a bond so rotation is dependent on the design of cavity preparation fit mechanical locking. يعني معظمها هي تستخدم looting agent كمادة لاصقة تعتمد على cavity preparation ما عدا zinc phosphate والزنك بوليكاربوكسيليت العفو والجلاس انمر اللي هي تعطيني ادهيجن يعني بوند فور ريتينشن. ثينر ذا فيلم بيتر فور ريتينشن، كل ما تكون الطبقه خفيفه كل ما تكون افضل. وهذا يعني ممكن واحد يتوقع انه من يخلي صمغ ماده صمغيه هوايه احسن لهذا الشيء، بالعكس لا، كل ما تكون هذه المنطقه الطبقة السطحية كلش خفيفة كل ما يكون الالتصاق أفضل. السترينث affect mechanical interlocking structure يعني لازم يكون سترينث مناسب حتى لا يتكسر بسهولة. solubility disintegration thin and low solubility لازم يكون solubility مالته أقل بهواية حتى يدوم لفترة طويلة. عندنا البيزز، حكينا شوية عن اللوتينج ايجنت، هسه راح نحكي شوية عن البيزز. عندنا هاي سترينث ولو سترينث بيزز. شنو هاي سترينث وشنو لو سترينث؟ الهاي سترينث يوزد تو بروفايد شنو تعطينا ميكانيكال سبورت فور ريستوريشن، هاي فالشغلة مهمة تعطيني سبورت تعطيني اسناد للريستوريشن زائدا اند ثيرمال بروتكشن اوف ذا بالب فور ذا بالب العفو. يعني شنو؟ تعزل لي البالب حراريا حتى من عندي حشوة توصل حرارة مثل الأمالغام لازم تعزلها هاي الهاي سترينث بيزز. اللو سترينث بيزز شنو؟ form a cement layer with minimal strength and low rigidity يعني تكون هشة قابلة للكسر بسهولة السترينث مالتها ضعيف. بس شنو الأشياء المهمة بيها؟ form a barrier to irritating chemical يعني فد مادة عازلة فد طبقة عازلة to provide therapeutic benefit to the pulp. يعني إذا شغلتين، أول شيء barrier حتى لا تدخل مواد كيميائية باتجاه الدنتينال تيوبيول وباتجاه البالب، وأيضا حتى ممكن نضيف therapeutic يعني أشياء علاجية to the pulp، وسنشوف شنو هي الأشياء العلاجية. الهاي سترينث مثل ايش؟ الجلاس انمر والهايبريد انمر والبوليمر رينفورسد زنك اوكسايد والزنك فوسفيت والزنك بولي كاربوكسيليت. اللو سترينث مثل ايش؟ مثل الكالسيوم هيدروكسايد والرزين والنوع الاخر من الزنك اوكسايد. هسه راح نحكي شويه عن اللو سترينث مثل ايش؟ مثل قلنا الكالسيوم هيدروكسايد والرزين سمنت والزنك اوكسايد يوجينول. الكالسيوم هيدروكسيد دايركت و اندايركت بالب كابينج. يعني شنو دايركت و اندايركت بالب كابينج؟ يعني بالكافيتي بريباريشن اثناء ما سويت كافيتي بريباريشن وصلت الى مرحلة كانت قريبة جدا من البالب او طخيت قريب من البالب وشفت اثر البالب قدامي، راح شو اسوي لها؟ اسوي لها بالب كابينج. يعني شنو؟ احط طبقة سطحية من الكالسيوم هيدروكسيد او نسميه دايكال على هذا المكان. شو يسوي لي؟ يسوي لي protective barrier beneath composite حتى شنو based catalyst based يكون على شكل عصارتين واكو ايضا يكون light cured عصارة واحدة. لو mechanical properties ما تضعيفة بس بخاصية خارقة وما موجودة بأي نوع آخر اللي هو stimulate reparative dentin. يعني شنو؟ يعني مو قلنا وصلنا قريبين من البالب او داخل البالب، هذا راح يحفز تكوين الريبيراتيف دنتين وراح يسوي لي طبقه عازله من ماده السن نفسها اضافه الى اللو ثيرمال كوندكتيفيتي مالتها. الرزين يوز وذ كومبوزيت لايت كيور سترونج يكون اقوى
والريجيديتي يعني الصلادة مالته أقل. زنك أوكسيد يوجينول ريتارد بنتريشن أوف أسيد وريديوس ديسكومفورت تو ذا بالب. ليش؟ مثل ما قلنا بي سيداتيف إفكت يكون لو سترينث وعلى شكل تو بيست. تمبراري سيمنت احيانا ممكن استخدم تمبراري سيمنت يعني كسامعين اذا سامعين بالحشوه المؤقته فشيء مؤقت كولد تمبراري ريستوريشن بروتكت بالب احافظ على البالب ريديوس بالبال انفلاميشن مثل ما قلنا سابقا مثل الزنك اوكسايد لانه راح يقلل الانفلاميشن and maintain tooth position يعني الفراغ حتى يبقى مكان فارغ until permanent restoration may. زنك أوكسيد يوجينول أكثر واحد يستخدم لهذا الغرض اللي هو temporary cement. longer term ممكن أستخدم إذا لفترة أحتاج أطول modified زنك أوكسيد يوجينول والهايبريد NMR والزنك بوليكاربوكسيليت cement. أكو special application of cement material مثل root canal sealer اللي هو استخدم زنك أوكسيد يوجينول جنجايفل التيشو باك. احيانا امزج ماده الحشوه المؤقته اللي هي زنك أوكسيد يوجينول ويا خيوط القطن حتى شو اسوي حتى اسوي فت جبيره حول اللثه الملتهبه او بعد عمليات اللثه ممكن ايضا دريسنج اسوي ماده اغطيها للمنطقه اللي سويت لها سيرجري. سيمنتيشن اوف اورثودونتيك باند. أرثودونتيك باند مثل ما قلنا سابقا هي عبارة عن نوافذ يدخل عبرها الواير اللي هو راح يسوي التقويم فلازم أثبتها على سطح السن ممكن أثبتها بمادة السمنت. اللاينرز and varnishes. شنو اللاينرز and varnishes؟ seal against irritation in saliva or from restoration. مجرد طبقة سطحية يعني راح تحافظ على الدنتين. cover the to protect pulp in deep carious lesion direct versus indirect pulp capping اللي حكيناها قبل شوية. الشغلة المهمة بالفارنشز واللاينرز هو أهم واحد عندي الكالسيوم هيدروكسيد. بيجي حالة احنا قبل شوية حكينا ويا جماعة اللو سترينث بيزز هنا دنقوله ويا اللاينرز. هذا الوحيد اللي يكون بيزيك كومباوند. يعني شنو بيزيك كومباوند؟ يعني يكون قاعدي مو حامضي. قلنا زنك فوسفيت يكون حامضيته كلش عالية، زنك بوليكاربوكسيليت حامضيته متوسطة وما إلى ذلك، بس هذا الحامضية ما بالعكس يكون قاعدي. بفائدة أخرى اللي هو أنتي بكتيريال أكتيفيتي أو الكواليتي. استيميليت سكندري أو ريباراتيف دنتين، هاي همين حكيناها سابقا. بيست تو بيست سيستم يعني على شكل عصارتين أو عصارة واحدة ولايت كيورد. فيري سوليبل واش ايزلي يعني ممكن يعني كلش بسهوله يروح ممكن بالاير سرنج هذا البخاخ الهواء اذا رشينا بشده عليه ممكن يتطاير. thinner layer as the than that as base يعني من اريد استخدمه كلاينر لازم استخدم طبقه مو مثل مال طبقه البيز تكون thinner layer. liquid powder system اكو واكو pre-measured كابسول و light cured formula. هاي كلها دا احكي على منو على الجلاس انمر. من اريد استخدمه as a base استخدمه كثينر العفو as a liner يكون thinner layer than the base يعني تكون طبقة كلش خفيفة. less soluble than calcium hydroxide خاصية مهمة جدا اقوى من الكالسيوم هيدروكسيد لانه السوليبيليتي مالته اضعف. وريليز فلورايد ايضا هاي خاصية كلش مفيدة ومهمة. زنك أوكسيد يوجينول يوزد ان ديب ريستوريشن. ليش؟ لانه حتى يسوي سوث بالب يعني شنو سيديشن تأثير تلطيف من الالم. اوفن يوزد از تمبراري اور انترميديت ريستوريشن اندر بيز تو بروتكت بالب. كافيتي فارنش. كافيتي فارنش شنو؟ solution of copper resin or cellulose in alcohol or chloroform. بالضبط بالضبط نفس خاصية الطلاء اللي نستخدمه لطلاء الجدران او طلاء السيارات او طلاء اي شيء اخر. هذا الطلاء نستخدمه دائما. ايش نستخدم؟ نستخدم مادة راتنجية او رزين
أو مادة مذابة بمادة أخرى سائلة تكون الفيبر بريشر مالتها عالي، يعني تبخرها سريع، اللي هو مثل ايش؟ مثل الكحول ومثل الكلوروفورم. من أطليها للمادة راح تتطاير الطبق المادة المذيبة وتترك للرزين اللي هو مثل ما قلنا الصمغ الراتنجي، راح يسد الدنتينال تيوبيول اللي موجودة على السطح وراح تتبخر المذيب مالته راح يتبخر. هذا كلش مفيد prevent initial leakage under the amalgam. هذا كل ما لدينا لمحاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقيكم محاضرة أخرى وإلى اللقاء.